أوفار ودمهم وفيهم مصدر جديد حياتي ومعاناتي مع التدخين والشيشة والممثل يا طبعا تستغربون هذا الصوت، هذا الصوت من ايش يا عم عيد؟ هذا سبب التدخين. سرطان والعنجرة كاملة بسبب التدخين. سرطان التدخين، وشو شالوا منك يا عم عيد؟ شالوا العنجرة كاملة من الابر الصوتية. كيف اي نعم؟ نجز من الرئة واحد من الاضواء. كيف تتكلم؟ تتكلم عن طريق الجهاز. ورنا يا شيخ ورنا. ورنا الجهاز. تتكلم بدون جهاز؟ ما يطلع شيء؟ انتبه يا اخوي المدخن، هذه نهاية التدخين، اورام دم. سرطان وموت. عندما رحت قالوا لي انه هناك في ورم في الرئة. اخوكم ابو ريان. هنا اخوي ابو ريان، كم عمرك الان؟ عمري 27 سنة. بدأت التدخين وعمرك 11 سنة تقريبا. تدخين، شيشة، شمة، هذه كلها تصيب بالسرطان. ما نصيحتك لمن يراك الان عبر هذه الشاشة؟ والله يبغى ينصحي بدل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.